لا يبشر الوضع الصحي العام في لبنان بالخير، فهو يعاني من مشاكل عدة، أهمها كلفة الاستشفاء المرتفعة إلى جانب تكاليف المازوت لتوليد الطاقة، كما هجرت عدد كبير من أفراد الطواقم الطبية. عالميا أعطت جائحة كورونا للعالم ولبنان استراحة صيفية، إلا أنها عادت لتضرب بقوة مع عودة فصل الشتاء والتجمعات في الأماكن المغلقة من دون تهوئة والتعليم الحضوري في المدارس، إلى جانب ظهور متحور أوميكرون. للإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري. أهلا بك. يا هلا. السنة الماضية خوفا على الوضع الاقتصادي بقيت الأماكن العامة مفتوحة خلال فترة الأعياد، فاضطررنا بعدها إلى الإقفال 3 أشهر. هل هذه السنة سيتم اتباع الخطة نفسها أو سيكون هناك إقفال تام خوفا من تكرار ما حصل سابقا؟ بداية في العام الماضي كان هناك نقاش بين الحكومة والجسم الطبي، إذا أن معظم الأخصائيين والأطباء في لبنان نصحوا الحكومة بعدم فتح البلاد في ذلك الوقت، لأنه لم يكن هنالك أي لقاح متوفر ولم يكن هنالك من مناعة مجتمعية. الآن هناك نسبة عالية من المناعة المجتمعية، وهذه المناعة المجتمعية عن طريق اللقاح أولا ثم عن طريق من تعرضوا للإصابة سابقا ثانيا تحمي المجتمع اللبناني لحد كبير، من خلال أن معظم الإصابات الموجودة ستكون هي إصابات معتدلة الشدة أو خفيفة. وللأسف معظم الإصابات التي نشاهدها الآن الشديدة هي عند غير الملقحين. لذلك نأمل أن لا يتكرر سيناريو العام القادم لناحية إقفال البلاد بعد موسم الأعياد، لأن الإقفال كما نعلم لديه مضار كبيرة من نواحي مختلفة صحية وغير صحية. نعم. طب كيف تصف لنا وضع المستشفيات حاليا؟ هل هي قادرة على استيعاب الحالات الصعبة لمرضى كورونا، خصوصا إذا تفاقمت الأعداد بسرعة؟ القطاع الصحي كغيره من القطاعات تأثر بفعل الفوضى وبسعر الانهيار الاقتصادي والانهيار السياسي وما يسمى إفراغ القدرات المالية لكل المؤسسات اللبنانية. أنتم تعلمون جيدا أن معظم المستشفيات التي فتحت أبوابها لمرضى الكورونا حتى الآن لم يحصلوا على مستحقاتهم رغم وجود أموال البنك الدولي وغيرها. لذلك فإن القطاع الصحي تنقصه الأموال، تنقصه اليد العاملة، تنقصه المواد الطبية، وبالتالي قدرته الاستيعابية تضاءلت جدا، ومن الصعب بمكان إعادتها إلى ما كانت عليه في العام الماضي. نعم نعم. رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا دكتور عبد الرحمن البزري، شكرا لك على هذه المداخلة. في السياق ذاته نبه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الشباب ورواد المطاعم والساهرين لضرورة تطبيق المعايير الصحية مع موجة انتشار وباء، كما دعا المطاعم والملاهي إلى التشدد في تطبيق معايير لجنة مكافحة كورونا كي لا نصل إلى الإقفال التام نتيجة الاستهتار. وأكد الحلبي أنه لن يكون هناك إقفال للمدارس ولن تدفع الثمن هذه السنة كما حدث العام الماضي نتيجة تفلت المطاعم والملاهي وأماكن التجمعات في العام الدراسي خط أحمر. نفى نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف المعلومات التي تحدثت عن توقف الأفران عن صناعة الخبز، معتبرا أن الأخبار عن ارتفاع سعر ربطة الخبز إلى 30,000 ليرة غير دقيقة. وأوضح سيف أن أسباب الشح بالقمح والطحين هو تأخر مصرف لبنان بصرف الاعتمادات في المياه الإقليمية، وطمأن الجميع أن الموضوع قيد المعالجة وأن ارتفاع سعر ربطة الخبز هو نتيجة رفع الدعم عن المازوت وارتفاع سعر الدولار.